هتمضي على تأشيرة تخصيص 2-3 مليون متر أرض جنب البحر، بس ما يكونوش حتة واحدة. قلت يا مجدي. أنا أقدر أقول حاجة سعادتك؟ التخصيص هيبقى باسم المدام والأولاد، وهقول لك تعمل إيه عشان الإجراءات تبقى سليمة وأعفيك من المسؤولية. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. لا لا مش عاوزة شقة واسعة. بقولك ايه، هو الدور كام شقة ومساحته كام؟ جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزة حاجة في ادوار عالية. يا راجل يا كهنة، مش انا لوحدي اللي نفسي يتقطع، ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم، انا فلوسي جاهزة وعاوزة اعمل معاينة. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامة. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سألني عليه. اللي يسألك قول له هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، ومفيش أكتر من عيون الحساد. واضح إن أنتِ ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعة إيه اللي أداري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي أنا بجهز ومحتاجة محررين ومراسلين ورؤساء أقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقولك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب، يلا نقوم ناكل. وانتي طبعا هتبقي رئيسه التحرير ورئيسه مجلس الاداره. رئيسه مجلس الاداره رئيسه التحرير لا. ليه لا؟ منفعش رئيس التحرير جورنال سياسي، هيقولوا مالها ومال السياسة، وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والصالونات. أمال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي إزاي يعني؟ ده أنا ميح في السياسة. كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط، ويمكن أقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، أنا لو كتبت في السياسة هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. زيك زي غيرك، وشوية شوية تتعلم تكتب ازاي. طب وليه السياسة؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حيتان مصر. برضو بسارية، احنا عاوزين نصطاد دولة. دولة؟ ايوة دولة. دولة تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها، ما فيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا ثلاثة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة، وأنا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها، صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ ايه انت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش، معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب، زغزغة. بقول لك ايه، انا دماغي تقلت، اطلب الحساب ويلا بينا. مش عاوزه ابقى زي الست شفاعات بتاعت شباب امراه. يلا متر. مفيش حاجة اسمها خلاص. الناس نوعين يا ست أصيلة، ناس بيتعرفوا وبيتنسوا، زي اتنين قاعدين جنب بعض في السينما، كل واحد بينسى التاني أول ما بيخرجوا من الباب. والنوع التاني اللي العين بترسم لهم صورة بتفضل عايشة جوانا طول العمر. ودول أنا منهم يا سلوى، لكن يا خسارة ما
مبسوطة راحت، وصلت المحطة اللي هي عاوزاها. ورجب داخله على البيت اهو. جبت العيال من النادي واشتريت شويه حاجات. لا طبعا عديت على الشركه، راجعت الاعلان بتاع عمره رمضان وهينزل ان شاء الله بكره في الجرايد. تمام، واتكلمت معاه في الموضوع؟ يعني ايه يا ام عتبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ام عتبه انا عايز اعرف راسي من رجليا. انا كل ما اتكلم مع عبد الرحمن في السعوديه يقول لي لسه الامور ما بانتش. طب معلش معلش يا ام عتبه، معلش تعالي على نفسك وحاولي تكلميها. ايوه يا ستي، جايز تطلع منها باي معلومه. لا اتغدوا انتوا وانا اجي لكم بعد صلاه العشاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في يوم العبور العظيم وبمناسبه مرور 25 عاما على نصر اكتوبر المجيد، شهد الرئيس حسني مبارك القائد الاعلى للقوات المسلحه اليوم العرض العسكري الذي اقيم بمنطقه وادي الملاك بالجيش الثاني الميداني. كان في استقبال الرئيس مبارك لدى وصوله الى ساحه العرض المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق مجدي حساسه. بتعمل ايه يا وليه؟ زي ما انت شايف بأمع البامية اللي هنطبخها بكرة. هو ده وقته؟ البامية دي بطلت خلاص. البامية بتاعت دلوقتي بتيجي متأمعة جاهزة في كياس. بسلي نفسي يا ربيع. طب ما تسلي نفسك بالتلفزيون اهو. زهقت. اتفرج على احتفالات النصر اهو. يا اخويا خدنا ايه من الاحتفالات؟ احتفالات سنه ورا سنه لحد ما زهقنا. عارفه يا سميحه، في دول بتحارب وتنتصر وبعد الحرب حالها بيتعدل وتتصلح وتبقى عالي العال، وفي دول بتحارب وتتهزم لكن بتقوم تقف على رجليها من أول وجديد بعد الهزيمة وتبقى أحسن من الأول كمان، علشان بيتعلموا من الخيبة اللي خابوها. إحنا بقى إن انتصرنا خايبين ونتهزمنا خايبين، حالنا هو الحال. بقولك إيه، ما تقومي تكلمي البت نواره تيجي لنا ومعاها البت فاطمه الصغيره، هي تجري هنا تلعب هنا تكسر لها حاجه وتعمل حس في البيت والسلام. طب ما تقوم انت تكلم تغريد تقنعها ان هي تيجي تقعد معانا بدل ما هي قاعده لوحدها. مش هترضى، سيبيها على راحتها. انتظرني لو تكرمت وما تقلق او تمل من الانتظار. تحت امرك. السلام عليكم.
السيدة تغريد موجودة؟ أيوة يا ابني، قول لها مين؟ أنا عبد الرحمن الغامدي. اتفضل اتفضل.